الصلاة والسلام على رسول الله. الدعوة إلى الله أمر موجه إلى الرجال والنساء على حد سواء، وقد حث القرآن والسنة النبوية الشريفة على ذلك. ولكن حينما تحملت المرأة عبء ومسؤولية الدعوة إلى الله، وجب عليها أن تنطلق لنشر تعاليم وقيم الإسلام. وقد قالت في الرسالة المحمدية أسوة لكثير من الداعيات إلى الله عز وجل. وخير مثال لنا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء. وهذا دليل على قوة الأسس العلمية والدعوية في الدعوة للمرأة. فالمرأة نصف المجتمع وهي ربة النصف الآخر، فهي المجتمع كله. وقد قال أحد السلف: المرأة كالسراج أينما وضع أضاء. وقال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وللمرأة دور كبير وعظيم في هذا الشهر الكريم، فقد يأتي هذا الزائر هذا العام، وقد يأتي العام المقبل وأنت في دار أخرى. فيجب علينا اغتنام هذا الشهر الكريم، ونحول هذا الشهر إلى قوة تغييرية عظيمة في كل بيت وفي كل حي. وقد قال الإمام النبوي في كتاب الأذكار: ينبغي لمن استجد عليه نعمة أو اندفعت عنه نقمة أن يسجد سجدة شكر لله عز وجل، يثني الله عز وجل بما هو أهله. فيجب أن نخرج من أرض المعرفة بسهام، ويجب أن نخرج من موسم الأرباح بقصور في الجنة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها لعلها تصيب أحدكم فلا يشقى بعدها أبدا. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أدبر. رمضان وقيام الليل. لما سئل الحسن البصري: ما بال المتهجدين بالليل أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. رمضان وإطعام الطعام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أفشوا السلام بينكم، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام. فيجب علينا أن نكفي الناس شر المسألة وشر الحاجة. ورمضان شهر القرآن، شهر العتق من النار. أنشودة ليلة القدر: اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا. فهذه ليلة تتمخض عن ولادة جديدة لكل مسلم، فينبغي أن نعد العدة لهذه الليلة. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا. عفوك يا عفو عفوك، عند المحيا عفوك، وعند الممات عفوك، وعند النشور عفوك، وعند القبور عفوك، وعند الصراط عفوك. عفوك يا عفو عفوك. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.